ها امي السلام عليكم دكتور. اليوم ما شاء الله من الصبح متواجد بالصويرة دكتور. والله انا من خلالكم اوجه نداء لكل ابناء الصويرة، كل اخيار الصويرة، كل شباب الصويرة، كل عشائر الصويرة، كل قرى الصويرة أن يخرجون رجال ونساء للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل الصويرة. هذا مجلس محافظة القادم هو مجلس خدمي، لابد للأهالي أن يمثلهم من يخدمهم، لابد أن ينطون ثقتهم بالناس الواثقين من عتهم. لذلك أكرر ندائي العاجل لأبناء الصويرة، ما زال هناك عدم اندفاع كبير للمشاركة، فأطلب منهم، نحن الآن في ذروة ساعات المشاركة، كل أبناء الصويرة يفكرون بالصويرة أولا، يفكرون بمستقبلهم، يفكرون بمستقبل أطفالهم، ويخرجون رجال ونساء بعيدا عن العواطف، يختارون لمن يحقق لهم المصلحة العامة، فإن شاء الله هم على قدر المسؤولية. شفناك من الصباح الباكر يعني برفقتك اثنين أطفال، يعني رسالتي أنه هؤلاء أطفالنا يجب أن نعودهم اولا انه هذا بلدهم، لا بد يدافعون عليه. واتحدث بصدق تام مع ابناء محافظه واسط، من اجل اطفالكم انتم اصحاب الشرعيه، لا تفرطون باستحقاقكم الدستوري، لا تفرطون باستحقاقكم القانوني، هذا صوتك شرف، اطلع انطي لمن يستحق، المهم انت اخرج ولا تخلي غيرك ياخذ ارادتك وياخذ صوتك. دكتور اكو فد مساله، لاحظنا القنوات الفضائية وهذا مو معتاد طبعا، والفيس وخاصة التيك توك يعج بالدكتور محمد جميل نياحي، اكو لغط يقولون الدكتور جاي ينطيهم دول الفضائيات، نقلب الفيس كله يطلعنا محمد جميل نياحي، نقلب التيك توك يطلع واحد يغسل بالصورة مالتك ويبوس بيها، وواحد بالحائط. هذا حب من الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما اخذل هؤلاء. نحن لسنا ممن يشترون الذمم. الذين يشترون الذمم الفاشلين والفاسدين والذين لم يقدموا شيء لأبناء المحافظة. نحن أصحاب أفعال حقيقية، أصحاب الأفعال سندهم أهلهم وناسهم، وهذه الناس اليوم محبتها هي الإنجاز الحقيقي، هي أعلى من كل منصب محبة الناس، وإن شاء الله ما نخذلهم ونبقى وياهم لآخر لحظة. دكتور بالتصويت الخاص تابعنا الأخبار ومن مصادرنا واتصلت أنا شخصيا بفوضية ونزلت العاجل قائمة واسط أجمل تحت المرتبة الأولى، وجاني كيل من اتهامات مو صحيح، وثبت هذا بالدليل، عجب ما صرحت يعني أنتم حصلتوا. يعني احنا نحترم قرار مفوضية، أنا رجل قانون، لذلك انطباع الناس واضح. الآن احنا بالصويرة إجماع أهالي الصويرة لمن خدمهم، وإن شاء الله تعالى النتائج ستظهر اليوم الإرادة الحقيقية لأبناء واسط. شكرا لك دكتور.